نزلكم ديما معنا مشاهدينا الكرام في صباحكم ورد وفي مواضيعنا المتنوعة. دركا رايحين نروحوا مباشرة عند زميلتنا إيمان اللي جابت لنا فقرة تدابير منزلية ونشوفوا على واش رايحة تحكي لنا. صباح الخير إيمان. صباح الخير عليك مريم وصباح الخير على الضيفة الكريمة. صباح النور اليوم وصباح الخير على مشاهدينا الكرام لما يشوفوا فينا. الضيفة تاعنا نقولوا لها توجور صباح الخير اي كيما نقولوا حنا يا غو مازالك توجور قاعده معنا. ميرسي ميرسي بوكو. صافي كيما قلت لك عندك كارت بلونش تقدري تدخلي في اي لحظه في اي سوجي عجبك. مع الديكور صاي عليا. اوكي مالا بيعتي لها على واش حتى هضري تمتم قالت لك على الديكور عندها كي كنا لابسين كيف كيف لابسين كيف كيف لا مليحه لا كومبليسيتي دونك ايمان على واش راح تحكي لنا اليوم واش من ديكور راح تدير لنا عليه. دونك اليوم راح نحكوا على البالكون كيفاش نديروا له ديكور. حنا على بالنا باللي كاين بزاف ناس سورتو الجزائريين يعني يحبوا الحاجات اللي ما يسحقوهمش ولا كامل يديروهم في البالكون ولا يديروا يعني كيما نقولوا حنايا البصال ولا يعلقوه توجور في البالكون. وي حنايا لي زالجيريان معروفين بثقافه التخزين مخبيين كلش وسورتو نو مامون لا لا خبيها وقيلات يسحقها ماما ما تسحقيهاش وما راكيش راح تحتاجيها كاع يبالك خوك يسحقها بالك بابا يسحقها المهم عندنا ثقافه التخزين وبالك هذاك الشيء 10 سنين ما تستعمليهش وما تستعمليش طول حياتك ردوه مخزن ما ردوش بالكون. وكاين ثاني بزاف اللي يقول لك بون يقول لك بزاف تاني ما انا ما نسحقوش ما عندي ما ندير به دونك يكسروه ويقول لك جو بريفير انه نوسع الدار تاعي ولا يزيدوا عليها ولا نسى اللي تستعملوا غير النشير ديروا ان شاء الله حوايج برك هذا ما كان. دونك حنا نعرفوا بلي البالكون هو حاجه اللي كي نكونوا حنا ماشي ملاح ولا نروحوا جوغ نريحوا فيها هذيك البلاصه فوالا دونك حنا لازم كيما يقولوا المكان الاقرب باش تشمي له هو بلا ما تخرجي من الدار. ما حنا جو اوليو اللي يروح يخرج كاش واحد يتقلق كيما رجال سورتو يروحوا يخرجوا عند الباب ولا عنده بالكون يقعد فيه وقادر جو يدير الجو لروحو. لا لا هما رجال كيتقلقوا يخرجوا كاع من الدار يخرجوا كاع ما يروحش للبالكون ما تخافيش والله ويكون هذاك البالكون جنه ما يروحش يخرج من الدار باش كيما دابا ما يكملش يتقلق حتى واحد. حنا ننسى نكرشوا بزاف معليش اموال الماء ما تقدرش تخرج عندها البالكون تاعها. دونك كيفاش نديكوريوه بامور بسيطه يعني راح يولي يهبل. دونك انا الحاجه الاولى اللي هي لازم نكون يعني الالوان ولا النباتات يكونوا عنصر اساسي في البالكون تاعنا باش يدير لنا روح. دونك باغ اكزومبل كيما في الارض نقدروا نديروا الغازون ارتيفيسيال بيان سور اللي يمد لنا يعني يردوا شباب ويمد لنا ميم سي يكون عندنا البالكون تاعنا صغير بصح يبينوا باللي كبير. على حسب واش راني نشوف انه امال عندها ثقافه في الديكور وتحب الديكور لانه قبل ما تقول الفكره راكي تقوليها انت هاي تشارك باسكو كي قلت ديريكت فيها يمد مساحه باسكو باش يوسع ماما في النظر كي تشوفيه يبان لك باللي كبير يخدع البصر كيما حنا نقولوا يخدع البصر. صح سي فغي. وكاين اللي ما يحبوش الغازون يعني كاين ان بابي اللي ولا يلصق فوق الكارلاج تاعنا ولا الجرفلكس فوالا شفتي مريم شفتي شفتو باللي نتفاهموا في الديكور الجرفلكس فوالا. دونك يديروا على حسب الذوق تاعهم كاين بزاف انواع فوالا ويمد لنا ثاني يكون ارضيه تكون شابه. وكاين ثاني يعني لي بلونت لازم يكونوا ويعني نقدروا نشرو حنا ديبو اللي يكونوا بلي كولور سورتو يعني باش يمد لنا الروح للبالكون ولا قادرين ثاني انهم يخدموا هما شفناهم مؤخرا ولا يديروا يعني حتى بلي بوتا يقدروا يخدموا بها يغرسوا لي بلونت ولا يديروا النعناع. وي يعني ولا يقدروا يستخدموه ثاني في كي تحب المراه تنحي ولا فوالا. حنا عندنا سي فغي حنا عندنا هذيك الطبيعه ولا هذيك العاده انه في لي بالكون تاعنا نغرسوا النعناع نغرسوا الحبق نغرسوا هاد الامور خفاف اللي نستعملوهم دائما القصبر فوالا. دونك مليحه هي تاني ويكونوا في ديبو شابين ايتو من غير تستعملوا منها ديكوراسيون يديروهم كومون ديكور يعني ولاو يديروهم حتى في لوحات خشبيه يكونوا زعما هكا ويستفوهم بالطول ويجوا بزاف شابين. دونك فوالا كاين تاني اللي يحبوا يديروا زعما اماكن خاصه يديروا زعما ان اسباس وين يقعدوا فيه يديروا اون طابل ولا
يعني تكون جو بريفير انه يكونوا الاتات اللي يديروهم يكونوا صغار باش يمد لنا فوالا. يعني حنا كي نشوفوا حاجه فيها لا شارج بزاف يضيق خاطرنا منها ما نقدروش كل ما كانت الحاجه فيها لي تسا نكونوا اليز. دونك فوالا جو بريفير انه يكونوا حاجات صغار صغار نقدروا نديروا ثاني الارجوحه كاين حفايسين نقدروا نديروهم بلا هذوك لي غيدو ولا لي شتيك فاهم نشوفوهم حنايا برا وما يبينوناش اللوح ولا اللوح وديري فيه يعني البلاستيك ايضا راح يجي بزاف ميم اذا كنتي دايره ان فومي ولا تقدري ديري ان غيدو لومينو اي سا دون ان تروك ديكوراتيف تري جولي اي فوالا خير ما ديري باش ولا ابري كاين باش ما نهضروش على كاع الناس ونقولوا بلي بوتيتغ يقول لك ما يعرفوش ولا نو سي با كو الناس ما يعرفوش من الغالب كاين ناس اللي راهي كاريه ما تقدرش تخدم هاد الحوايج كاين اللي ما تقدرش ما تلحقش باش مي حنا نمدو دي زيدي وكل واحد يختار لي دي اللي يحبها هو اللي تساعدو دونك فوالا هادو هما كاين يعني ثاني حتى الطريقه اللي يعني اللي يحبوا يديروا هكا فايس ساهلين اللي هما صناديق تاع اللي يبيعوا فيهم لي فخوي ولا فوالا يديروهم يعني واحد فوق واحد يديرونكم دي تيغوار اللي يكونوا ساهلين يربطوهم يعني كيما حيشوفوا في لا فيديو اللي تجيهم ثاني بزاف شابه ويزيدوا ديكوريوهم. وكاين ثاني نسيت حاجه اللي هي في لي بلونت اللي مام عجلات السياره ولاو يصبغوهم يعني يصبغوهم ويديروهم ثاني الورد ويخرجوا بزاف شابين بالالوان دونك الاشياء بسيطه بسيطه قادرين انه نقدروا نديروا ان بتي ديكور في البالكون ديالنا ويولي عندنا ان بتي كوان وين نقدروا نقعدوا ونقدروا نشربوا قهوه ونقدروا كي نتقلقوا ما نخرجوش لبرا نروحوا للبالكون. دونك هذه هي ميم الاضواء يعني انا نشوف ولاو هادوك ثاني ولات يمدوا لمسه فوالا لي ريدو باغ اكزومبل لومينو ولا لي غيرلوند ولا ولاو عندهم سيتيغ ولات اون توندونس ولاو الناس كامل اللي ديكوريو بهم. دونك حنا ماذا بينا انه ينحيو الفكره تاع البالكون اللي تيليزيوها غير العفايس اللي ما نسحقوهمش ولا ويديروه مكان اللي يريحوا فيه خاصه ويقدروا انهم داكوغ. شوفي هادو هما المواد اللي عندك او هادو هما هادو هما نورمال الزاستوس اللي عندك داكوغ. خليني نروح الملا عند امل شويه باش نسقسيها على الديكور. واش علاقتك بالديكور؟ علاقة حب بالديكور أحسن حاجة نحبها الديكور الراحة النفسية نحب نبدل نحب نشانجي نحب الألوان نحب الطبيعة مام حتى في قناتي على اليوتيوب لو كان تدخلي وتشوفي راح تلقيني نهضر دائما على الديكور دائما نبدل غرف تاع أولادي الألوان غرفة نومي في الصالون الكوزينة نحب أيضا ودائما كما قالت الأخت المساحة كي تكون كاين ماشي شارجي حتحسي براحه نفسيه صح هذه دائما انا نحب نركز عليها ما نحبش هذيك شارجي كما كتقول لك خبي 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 انا ما نحبش هذيك التخبيه هي شوف حاجه منظمه الاشياء اللي نخبوهم كامل هي طاقه سلبيه راح نخبوها في الدار دونك لما تتخلصي منها انت اصلا تحسي روحك بلي خفيفه خفيفه وعندك طاقه ايجابيه في البيت داكوغ ايضا ننصح بالشموع شمع ايضا ثاني رائحه زكيه تمدلك طاقه ايجابيه تمدلك الهدوء انا ما يخطونيش كامل في داري الشمع سينو لي كولور اللي تروحي ليهم في الدار في لا ديكوراسيون تاع الدار دايره موتارد نحب موتارد الفير الغوز داكور هذه الالوان اللي نحبها اوكي داكور وايمان شنو هي لي كولور اللي تفضليها في انا ثاني لي كولور كلير انا جو بريفير بار كونتر انايا سي بيج غري اي بلون اه سي تو هادي 3 كولور لازم يكون لو كان نلقى الماكله نطيب على حسابهم سي فري نطيب بلا فيه الباج باغ اكزومبل باش يجي اسورتي مع صالون ومع صالا مونجي دونك فوالا الرشطه
مثلا رشطه مثلا رشطه طعام مرقه بيضاء باش يجي فوالا باش يجي اسورتي ثاني دونك لازم كل حاجه تكون كيف كيف. شو قلتي لنا الشموع اوسي لي ديفوزور اوسي لي ولاو الناس كامل راه تستعملهم وي الخطره الجايه راح تمد لنا على بالي راح تمد لنا راح نتبعك فوالا ديزاستوس كيفاش نقدروا نعطروا البيت ديالنا لانه هذا امر فريمون كاع نحبوه وكاع ما درنا الذكيه مليحه في في المنزل سورتو في المطبخ وين نطيبوا البصل ونطيبوا الثوم ونطيبوا دونك هذا بينا نشوف تكون ريحه مليحه تما في الخزانات في صح فكره كل بيت واذا توافقوني في كل بيت تم ريحه خاصه بهذاك البيت صح؟ صح كيما حنايا مثلا انا نستعمل اكثر هي البخور حنا نديروا هذاك الجمر بعد ما نكمل ونسياق نقي كامل في الليل ندير هذاك الفحم عفوا الفحم نشعله وندير فوقه هذاك البخور العربي يعني البخور تاع العرائس هذيك وندوروا على كامل البيت ونطلع نركض ايه وديجا البخور معروف انه يشد في لي غيدو يشد في القماش هذا نستعمل ويطول بصح راح نتبعها ونشوف واش راح تقول ونعاود ندير واش تقول لي المره الجايه وعندك استوس انت توديها لنا من ناحيه الديكور ولا من ناحيه الرائحه ولا حبيت انا اللي قلتها انا المدبيات مديت لك لا انا الحاجه اللي قلتها نعاودها توجور ان حاجه ما تحتاجيهاش ارميها هذا الشيء وزات مينيماليست هذا الشيء اللي نقدر نقوله باسكو كيما قلتي انتيا هي الطاقه سلبيه وحنا دائما نحسوها طاقه ايجابيه حابين نكونوا ديما خفاف ومام انتيا راح تساعدك في العمل ما كيش رايحه كل مره تبدلي تجبدي راح ترجعي راح تكون حاجه خفيفه وتكون مودرن شويه على حساب انسان المقدور تاعو راح تخدمي ديري ميناج بلا ما تحسي هذا اش كنت من بين الناس اللي يبدل ديكور من سيزون لسيزون مثلا كي تلحق الشتاء ديكور واحد اخر وشنو هما لي كولور اللي تعتمدي نحب الفرنسي مارون مثلا مارون كما قلتي البيج لون كورونا هكذا شويه هذه الالوان اللي نحب نديرها في الشتاء باش تكون شويه دافيه الوان دافيه مع الحطب هكذا ديكور شتويه هذه اللي نحبها اما في الصيف نقدر ندير الغوز كما كنت نقول لك موطار فيغ وي مي سينو في الشتاء كيكون عندك هذوك الالوان الله يبارك تعجزي حتى تنوضي تخدمي والشموع شاعلين في الدار والبخور واش راح يخرجك تخدمي في البرد هذاك هيا قولي صح كاينه منها صبغي تحسي بالدفء المرأة وراح تحس الدفء تحسه إلا في بيتها وباش تحسي الدفء في بيتك لازم أنت تخدمي على بيتك ماشي بأشياء كثيرة ولا أشياء غالية أشياء بسيطة راح تخليك أنت مرتاحة في البيت تاعك أنا دائما نهضر هذه الهضرة ونقول لمرأة أنت اللي تخلي روحك فرحانة في بيتك بهذه الأشياء البسيطة لأنه فقط. بيت المرأة هو مملكتها صحيح إجابة جيدة جيدة رائعة جيدة سينا قالت لنا إيمان فولي هي كملت الفقرة ديالها دونك أنا نقول لك يعطيك الصحة بصح مازالك باقية معنا أدبية مازالك باقية معنا وأنا نروح عند أمل نكمل معها في موضوع التكريم احكي لي على التكريم اللي داروه لك في بوسعادة التكريم اللي داروه لي في بوسعادة تكريم ما كنتش متوقعته يعني بكيت الليل كامل وانا نبكي ما كنتش متوقع ذاك الحب تاع الناس لقيت مفاجاه كنت هابطه شوفي كي كنت ندير لي لايف يقولوا لي ارواحي وكتاش نشوفوك وكتاش نشوف انا نقول لراجلي زعما يعرفوني في بوسعاده زعما يجوا يسلموا عليا اسكو راح يتصوروا معايا نولي مشهوره مانيش يعني مش مامنه ومن بعد كي هبطت لبوسعاده درت لايف قلت ماني في بوسعاده قالوا لي امال ديري لنا يوم نتلاقاو فيك حابين كامل نشوفوك طاقوا لي واحد الاخ اسمه صلاح يدير الاصفار السياحه تاع كرداده في الاختزانه هذه الاختزانه يبيعوا فيها الحوايج القديمه يعني التراث البسعادي مثل الفضه مثل المهرس القصعه كما يقولوا اصاله بوسعاده تم فوالا ثم اصاله بوسعاده اي حاجه حبيتيها تلقاها ثم البرنس القديم الملحفه هذيك اللي كي جيت باش نشوفهم برك لقيته واقف يستنى فيا قال لي انت امل قلت له اه قال لي وي راهم حابين يشوفوك روحي عندنا حاجه ما تخصك هنا حددت الموعد قلت لهم يوم الفلاني راح نتلاقاو يعني درتها هكذا اللي حبت تجي ما حبتش جيت لقيت لا تارت ربا بوسعادي مجدي هالي انسى
الصغاريت التحضان يعني تجيك مرأة في عمرها 80 سنة تحضنك وتغني لك ما لقيتلوش ما لقيتيش كيفاش تعبري ما لقيتش حسيت روحي عروسة شتي عروسة عودوا لي عرس داروا لي الحنة هاو الدليل داروا لي حنة يعني حسيت روحي بلاني عروسة في هذاك اليوم لبسوا لي روبة لبس عادي فيها الريشة وهذيك الروبة لبس عادي لبسوها لي يعني روبة قديمة قديمة من تراث الجزائري يعني لبس عادي شو نقول لكم فرحة لا توصف فرحة لا توصف الهدايا يصوروا معايا حسيت روحي نجمة ومشهورة في مدينتي فهمتي يعني فوالا يعني نقول لهم ميرسي بوكو فرحوني ما خيبوليش أملي ربي يخليهم لي ان شاء الله ان شاء الله يا رب وربي يخليك لينا ان شاء الله امين شكرا حبيبتي مليح انه الانسان يحس بلي كاين ناس تحبه طاقه ايجابيه كبيره صح لما كنبغي كنز ما تشراش بالفلوس ما تشراش بالدراهم كيما حنا نقولوها صح لانه حنا سي فري كنحبوا بعضنا وبصح ما عندناش ما نقولوش الواحد انه نحبوه حتى اقرب الاقربون حتى تدخل ماما ديالك ما تقولهاش باللي نحبك ديري لها دي زاكت ديري لها حوايج صح ديري لها امور على بالها باللي تحبك هي انت كذلك على بالك باللي يماك تحبك وعينيك تعطيهم صح ما تقدرش تقولها لك ما تقولها مي لما تلتمسي هذاك الشيء ديجا سي ديجا صح 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 انا ما كنتش متوقعه ولحد الان راني مازالني مش متوقعه باللي كيتلاقاو معايا برا يجوا يسلموا عليا يتصوروا معايا بنات يعني بنات صغار جاوا يفركتوا عليا في واحد المحل قالوا لها جيبي هنا حابين نشوفوها وجيبت لي كتاب القران تاعها اللي كنت تقرا به يعني هذه المحبه وراح تلقايها ما تلقايهاش هكذا ولقيتيها من عند ناس اللي ما يعرفوكش في الحقيقه عرفوك غير عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحبوك من مواقع التواصل الاجتماعي هذا دليل على انه الشيء اللي راكي تقدمي فيه شيء ينفعهم لو كان كنت تقدمي مستوى هابط او شيء ما يحبوش او اعمال ما يحبوهاش مستحيل راح الحمد لله انا لايفاتي كامله نظيفه شفتيني قلت لك ندير جمعيه الخيريه نروح نخدم فوالا نحكي على الديكور على الوصفات دايره ايضا في الفيسبوك دايره حصه وحدي من افتح قلبك احكي حكايتك يجوني نساء عندهم مشاكل مع زواجهم مع زوجتها مع طفلتها مع جارتها تحكي لي وتقول لي احكي حكايتي بدون ذكر اسمي وخلي الناس تعطيني ارائهم ومن بعد انا نجي في الليل نقول لهم اليوم عندي حصه عنوانها هكذا وهكذا افتح قلبك ونحكيها وهم يمدوا ارائهم ينصحوها واش دير مع الزوج تاعها مع زوجتها مع اهل الزوج كما تعرفوا احنا النساء كامل عندنا مشاكل صح. ودائما الاجابه نعطوها النصائح تاع الصبري كاين حلول اشياء هذه الناس حبوها فيا ما كما يقولوا ما راكيش تشجعي الناس على دمار بيوتهم لا ابدا دائما نقولها الغلط فيك كي تجي اي وحده تحكي لي نقولها الغلط فيك لانه الرجل راه كيما الطفل الصغير انت تعرفي كيفاش تكسبيه تعاود تبعث لي تقول لي وي سي فري عندك الحق انا درت هكذا قلت هكذا يعني هذا الشيء ايضا اللي حببهم فيا ما شاء الله هذا واش نقدر نقول ما شاء الله واكيد لما نلقاو انسان ينفعنا لما لا علاش ما نتبعوش وعلاش ما اكبر دليل الحب الناس اللي جاتني هذه هي لو نقول لك كلمه اخيره نختموا بها واش تقولي لي نقول لكم اول حاجه شكرا اللي صادفتوني هنا يعني فرحانه بزاف المره الاولى كنت شويه مقلقه مي الحمد لله لقيت راحتي معاك شكرا بزاف شكرا ايضا للجمهور شكرا لبنات بلادي البوسعاديات اللي جاوا لعندي وفرحوا بيا نقول لكم مزيد من التالق في هذه الحصه وان شاء الله نشوفكم في العلالي ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب شكرا لك شرفتيني بحضورك شكرا شرف لي الله يعيشك وايمان نقول لك يعطيك الصحه نتلاقاو في الاعداد المقبله بتدابير اخرى جديده ان شاء الله يا رب انا حبيت نشكر ثاني الضيفه الكريمه اللي كانت حاضره معنا اليوم شكرا حبيبتي ربي يخليك شكرا لك يا ايمان مشاهدينا الكرام انتم كذلك نشكركم اللي تابعتونا ونتلاقوا في الاعداد المقبله وبيان سور ما ننساوش نشكروا كل الفريق التقني والصحفي اللي رافقكم اليوم الى اللقاء